بالنسبة لنادي السد خلال المباريات الماضية من زمان زمان السد ما طلع بشباك نظيفة. اليوم انتصار كبير وشباك نظيفة. حسن الهيدوس مع القائد جابي لاستلام بطولة وبالاستلام كأس قطر، هذا الكأس بنسخته الجديدة المنحوت عليه كلمات نشيد الوطني لدولة قطر. ألف مبروك للزعيم السداوي وجماهيره في كل مكان، لقب بطولة كأس قطر للمرة الثانية في تاريخه والسابعة في المجمل العام بالمسمى القديم والحديث، لقب آخر يضاف إلى ألقاب الزعيم حسن الهيدوس لربما أكثر اللاعبين تتويجا في تاريخ كرة القدم القطرية، يواصل حصد الإنجازات وتسجيل الأرقام. جابي الذي لم يهنى بمنصة التتويج كثيرا مع أتلتيكو مدريد يعيش الأفراح الآن مع الزعيم السداوي مشاهدينا في كل مكان. ألف مبروك لنادي السد وجماهيره، عرلك لنادي الدحيل وجماهيره، وتستمر أفراح. يا كبير الله عليك.